بحييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الـ MTV، ودايما مع كل بداية لقاء بنتوقف مع المعلومة. تقدم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي بشكوى وادعاء شخصي أمام النيابة العامة المالية ببيروت بحق شركة تجارية والمسؤول فيها والأجراء الوهميين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرم اختلاس أموال الصندوق بالتزوير واستعمال المزور والغش والاحتيال والتقارير الكاذبة، وطلب استجوابهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى المحاكمة لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم وإلزامهم برد الأموال المختلسة وبالتعويض عن العطل والضرر. هالشكوى سجلت لدى النيابة العامة المالية تحت رقم 5818 على 2019. بهالسياق بحذر المدير العام للضمان دكتور كركي كل من تسول له نفسه الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق عن طريق الاختلاس بالتزوير واستعمال المزور والغش والاحتيال والتقارير الكاذبة تحت طائلة الملاحة القانونية والادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء. من هيك على المضمونين ما يروحوا دايماً على الأمور الغير سليمة غير قانونية، يتوجهوا مباشرة تحت القانون، وهيدا حقهم إذا كان عندهم أي معاملة بالضمان. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444 بأخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ 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 انقطع الاتصال، بأخذ اتصال آخر. ألو؟ ألو؟ بكل الأحوال مرحبا. اي اهلا مرحبا. اي تفضل. اي تفضل. الو تفضل. بدي احكي مع الست ربيكا. اي معك تفضل. وعم بحكي معها. الو. وانا عم بقول لك الو تفضل. انا منيح. يا ستنا بالنسبه للاجارات صار في لجان، صار في لجان بالنسبه للاجارات. مزبوط. المستاجر بده يروح على اللجان ولا اسمالي بده يروح؟ لأقول لك شغلة، هيدي اللجان يعني هو بالقرار اللي صدر مفروض وزير العدل هو يعين اللجان مساعدين قضائيين، وبكل لجنة من اللجان مفروض يكون في مندوب عند وزارة الشؤون الاجتماعية ومندوب عن المالية. المالية طبعا لأنه عمل المساعدين القضائيين والقضاء يكون خارج الدوام حتى لتنظيم أمور المالية وغيره. هلأ يلي عرفته أنه وزير العدل كلنا عرفنا أنه عين، ووزير الشؤون كمان اليوم باتصال مع مكتبه عرفت أنه عين. هلأ ناطرة جواب وزارة المالية شوف إذا صدر المرسوم بتوقيع الوزراء الثلاثة، لأنه اللي عرفته مندوب وزارة رئيس الحكومة مرق على الوزراء الثلاثة حتى ياخد تواقيعهم، بس ما قدرت اتأكدت إذا صدر المرسوم رسميا حتى يبلشوا بقصور العدل يستقبلوا أكيد طلبات المستأجرين يلي عندهم أي شيء بيتعلق بالإيجارات يستفيدوا من الصندوق، أو إذا في أي نزاعات مع المستأجرين. نحن بانتظار أكيد شيء نهائي بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال آخر. ألو. ألو تفضل. الله معك ست ريبيكا. أهلا. معك المهندس أنطوان كرم رئيس اللجنة الأهلية للمستأجرين. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان. الله يعطيك العافية. أكيد بدك تحكي بموضوع اللجان. أكيد موضوع اللجان وموضوع اللي عم بيصير اليوم. نعم. أول شيء بطلب من أهلنا المستأجرين ما مشكل خبر يسمعوه يروحوا يعملوا هالفوضى وهالبلبل اللي صايرة مثل ما صاير اليوم. ست ريبيكا امبارح استقبلتي لحظة خلينا من الأول نتفق. لحظة خلينا من الأول نتفق. حضرتك اتصلت بالبرنامج أهلا وسهلا، امبارح الأستاذ شرفين اتصل بالبرنامج أهلا وسهلا، وكل إنسان بيتصل أنا يلي بجيبهم على استوديو لهون أو اللي أنا بتصل فيهم بعلن عنهم. يعني لا. نحن منا طرف لا مع المالك طبيعي. من هيك ما فيك من هيك ما راح اسمح لك استاذ أنطوان تقلي استقبلتي واليوم عندك حق الرد. حضرتك مواطن مثل كل المواطنين، عندك مسؤوليه وعندك شيء تقوله، وهذا شيء بهمنا نحن كمان الراي والراي الاخر. تفضل شو بتحب تقول للمستاجرين. تفضل الهوى لك،
بس مش بمعنيه الرد والرد. خلينا نتفق على هيدي القصه اذا بتريد. تفضل شو عندك، عم نسمعك، وشو بتحب تقول للمستاجرين؟ تفضل الهوا لك. تفضل. ايه شكرا شكرا انه عم تخصصوا لنا شوي بالهواء. طبعا اكيد هيدا البرنامج لكل الناس. تفضل. انا بعرفها هيدي محطه الحقيقه. ما من هيك الحقيقة. من هيك مسيو حضرتك على الهواء وعم بقول لك شو بتحب. مشان هيك حتى ما نريح وقت مسيو كرم. بليز تفضل فوت بالموضوع انت. فوت بالموضوع مباشره. شو عندك تقول بهذا الموضوع؟ نحن مش بمدرسه استاذي. اكيد ربيك. اكيد انا عم بربح وقت يا عن أستاذ. شريحة كبيرة من أهلنا المستأجرين. يا أستاذ من هيك ممنوع حدا يحكي باسمهم. حضرتك قلبي لك إياها. طب تفضل. ما اليوم البلبل اللي صارت بقصور العدل يا أستاذ ريبيكا. ما وضح يا أستاذ. ما تطلعي فوق مني. اسمعيني اعملي معروف. اسمعيني. أنا هذه البلبل اللي صارت اليوم من وراء الاتصال اللي جرى امبارح استاذي ريبيكا خربت الدنيا. انزلي على قصور العدل وشوفي لك يا خيي. العالم عم تسأل مش وين مختلفين. هي اللجان يا استاذ انطوان مش مختلفين. انا اللي عم بقول لك ايه، انا نتيجه الاتصال اللي عملت لي اياه صباحا وحضرتك لفتت لي نظري كل قبل الظهر اليوم عم بشتغل بين وزاره العدل ووزاره الشؤون وزاره الماليه حتى مشكورة. حتى انا اللي بدي اشرك لانه لفت لي نظري وطلعت هلا على الهواء وقلت لك تفضل. انا الهواء مش حتى رد بقدر ما بدي استفيد من كل دقيقه. صحيح. لا حتى نوصل شو بتحب تقول للمستاجرين. هيدا كل شيء قلت لك إيه، لا اكثر ولا اقل. تفضل. بدنا هدوء شوي. حضرتك اللي بدك تهود كيدي وتفضل. انا رح اضطر اقطع الخط استاذ انطوان. تفضل حج تضيع وقتك. عم بتضيع وقت الناس. تفضل. عم بقول لك تفضل. تفضل احكي. انا حاضر. يلا. في تاخير في ديلي بيني وبيني. فينا نطول بالنا على بعض يا خيي. تفضل. نحن اللي عم نطلبه استاذ ريبيكا، نحن اللي عم نطلبه من اهلنا المستاجرين اوكي انه يتابعوا البيانات اللي صادره عن اللجنه الاهليه للمستاجرين. اللجان لم تبدا عملها بعد. خلي يعرفوا اهلنا المستاجرين هذه اللجان اللي هي نحن اصلا مش موافقين عليها، لانه نحن كلجنه وقتها تقدمنا بمقترح قانون لتعديل قانون الايجارات ليصبح اكثر انصافا وعدلا، وتسجل في المجلس النيابي ب 21/3/2019 بالرقم 363. قدموه 9 نواب مشكورين. وهذا القانون هلا صار بمراحله الاخيره. مشروع القانون توزع على الوزارات، حتى على وزارة العدل توزع وصل لعندهم وحولهم إياه أمين عام مجلس الوزراء القاضي مكي من شهر 4 لحضرة معالي، ما راح نقول معالي بطلة الألقاب، حضرة وزير العدل ألبرت سرحان اللي لحد هلأ بعد ما جاوب بهالموضوع. نحن عم نقول يا جماعة، أولاً رح نبعد قصة الاقتراح القانون ماشي الحال. كيف يمكن انه سير عمل اللجان ولحد هلا مرسوم الحساب لم يصدر؟ بده مجلس وزراء. كيف اذا اجوا جلسوا وقدموا طلباتهم هؤلاء المستاجرين اهلنا المستاجرين، طيب بدهم يتحملوا هيدا اللي قلته استاذ عنطوان اليوم انه بعد ما صدر المرسوم. صحيح. ناطرين المرسوم. مظبوط. كيف تمشي؟ صحيح. كيف يمشي عمل اللجان؟ نحن اليوم توضحت لنا وتابعناها اليوم وقالوا لنا ما صدر المرسوم، وقلته قبل ما تطلع معي حضرتك على الهواء لانه انا اليوم تابعت الموضوع. لو نحن بهمنا نقول الحقيقه لكل الناس، نحن ما عم نشوه الحقيقه، هيدا واجباتنا. من هيك عم نقول لك اهلا وسهلا. بس عندي شغله كمان اليوم، يعني بعد عندك شيء تقوله للمستأجرين بهذا أكيد الموضوع؟ تفضل. عندي كثير اشياء اذا بتفتحوا لنا المجال. بس يعني بدي احكي الاهم. ايه نعم تفضل. بدي احكي الاهم. هيدي اهم شيء قصه انه قصور العدل بعد ما عم بتستقبل استمارات ولا عم تستقبل شيء اسمه ما يتعلق باحكام القانون الصندوق وغيره والنزاعات. صحيح. كله أوكي. بعده مجمد. صحيح. بقى مشان هيك نحن بس مشان ما نعمل بلبلة بصفوف أهلنا المواطنين، لأنه اللي صار اليوم بالعدليات عن جد كان من هيك وضحني عم نوضحه مع حضرتك. أيه. وأنا اليوم كانت شغلتي كل قبل الظهر صراحة حتى نعطي الخبر الصح للجميع.
اهلا وسهلا فيك استاذ انطوان. هيدا اللي بنطالب، هيدا اللي بنطالب فيه، مشان هيك اهلا وسهلا. انا برجع بقول بعد عندي بعد اضافات لو سمحتي. بالنسبه لهذا القانون بدء سريانه يبدا من 2017 مش 2014. هون انا يعني نحن بالنسبه لنا القانون 2014، لما بيطلع التعديل بنقول 2017. طلع التعديل بال 2017 بس المهل نعم. الا اعيد جدولتها، المهل تبدا من 2017 استاذه ريبيكا. هلا يعني هذا بالنسبه للمستاجرين، بالنسبه للمالكين 2014. من هيك انا مش انا اللي بدي اقرر، عرفت؟ صحيح. انا عم بسمع الرأيين. اللجان القضائية اللجان بتقرر. أيمن عويديت نعم. بأحد أحكامه نعم. قال صراحة قال إنه كل شيء يبدأ بعد الـ 2017. خلينا نحن نترك اللجان هي تقرر هذا الموضوع. بين 2017 و2014. أنا اليوم اللي بهمني أستاذ أنطوان ومشكور تواصلت معنا وقلت لنا بعد ما عم يستقبلوا قصور العدل، نحن تابعناها مع وزارة العدل. تبعت المرسوم وين صار مع وزارة الشؤون وناطرة جواب المالية لنشوف أي مدى رح يطلع هذا المرسوم أو ما رح يطلع. لهلأ ما طلع. هذا اللي بدي أقوله وبشكرك، وعكل حال نحن كلنا تحت اللي بيقوله القضاء وما ما يقول القانون، نحن كلنا تحت القانون، ما في حدا منا حابب يشتغل فوق القانون، نحن كلنا تحت القانون. أهلا وسهلا فيك، عندي فاصل ومنتبع. تابع الحلقة لنا عبر الام تي في، باخذ اتصال جديد. الو الو. بونجور. بونجور مدام رابيكا. بونجور مدام رابيكا، مايك انطوان عم بحكي من سكان منطقة المنصورية. اهلا وسهلا. ميرسي. حب اقول لك انه بطلعة المنصورية نزلة اسمها نزلة جبران التويني. نعم. ايه وهيدي النزلة مدام رابيكا بدها شقفة حفة دعم أو حفة على المهوار بس. أوكي. عم بتشكل خطر على السيارات؟ كثير خطرة، كثير بتطلع خطرة وبنزلة خطرة. أوكي. وعطينا خبر للبلدية مع عدة مرات بلدية المنصورية. نعم. ما حدا عمل شيء. خليني أنا أرجع تبع لنشوف هيدي الطريق، لأنه هي توصل على جسر الباشا، بدي اشوف اذا ضمن نطاق البلديه جسر الباشا او المنصوريه. عرفتها هي على طريق المكلس وبتنزل. اوكي خليني اشوف مع بلديه المنصوريه تنشوف شو وضعها وبجاوبكم، خصوصا قبل الشتاء لما نعمل تصحيط. اهلا وسهلا فيك، كمان في اتصال؟ تفضلي مدام. تفضلي مدام، عم بسمعك. تفضلي. الو. مسيو تفضل. مدام ريكا. اي نعم. يعطيك العافية. اهلا. انا متقاعد بوزارة التربية. نعم. كان المفروض الشهر هي نقبض الزودة الاخرانية. مزبوط. فيبدو انه ما نزلت. نعم. عم نحاول دائما نتصل بالقسم متقاعدين بالمالية. نعم. يبدو انه بغري بيجاوبك ما بعرف. لو بتعرف انت الموظف هو وجه البلد. يعني نعم. اذا كان الموظف بده يحكي بالطريقة هاي ما شاء الله عن هالموظفين، يعني الحقيقة مش عم نعرف. صراحة أنا لما حكيت المالية بهذا الموضوع نعم عرفت إنه رح ينزل المرحلة الثانية من السلسلة اللي حضرتك عم تحكي، رح تنزل مع معاشات هيدا الشهر. مرحلة ثالثة. هيدا اللي قالوا لنا إياه، المرحلة الثالثة. هلا ما بعرف شو صار. نحن رح بنشوف، يعني بنسأل ليش ما نزل. أوكي. طيب. اهلا وسهلا فيك. هلا بالنسبه للطريقه اكيد يعني الموظف هو بخدمه الناس، لانه بالنتيجه هو لازم يعرف حاله انه هو معاشه وراتبه من الناس، من الخزينه، مين بغذيها؟ الناس. فاكيد اقله انه يكون عنده صبر ويستوعب الناس تكون بخدمتهم اقل شيء. صوره اليوم نشوفها سوا. صورة اليوم ما تتصور حملة أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أسبوع، وبتوجها اليوم بنشر فيديو توعوي للإضاءة على تفاقم ظاهرة الابتزاز عبر الإنترنت في المجتمع في سبيل الحد من هالآفة. بهم المديرية العامة لقوى الأمن تحذير المواطنين من تصوير أنفسهم بشكل غير لائق
ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مع الآخرين فيقعون الضحية وبيتم استغلالهم والإساءة المباشرة لهم. رح نشوف الفيديو يلي وزعوا قوى الأمن الداخلي. شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعدت لها الصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثة، رح أختنق. شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد. هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت. مين هيدا؟ شكله مهضوم. كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم، من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. طبعاً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتذكر المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ فوراً عن مثل هالحالات بالتواصل مع شعبة العلاقات العامة عبر حسابات فيسبوك وتويتر وعلى خدمة بلغ على الموقع الرسمي، أكيد نحن عم نحطه على الشاشة www.esf.gov.lb، أو الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية على الرقم 01-293-293، كمان عم نحطه على الشاشة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لأن عدم الإبلاغ يؤدي إلى تمادي المبتزين في جرائم وتكرارها. طبعاً مع صورة اليوم وهالفيديو التوعبي بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة من الحل عنا. إلى اللقاء. وقبل ما أنهي بحب أقول أنه هذا البرنامج منه طرف لحدا، هذا البرنامج لكل الناس. بعطيكم موعد بكرة.